القصه اللي غادي نحكي لكم اليوم البدايه ديالها تماما او خلينا نقولوا تقريبا بحال الحلقه الماضيه، الحلقه اللي كلشي تعاطف معها هو بدون استثناء واللي غادي نعطيكم الاكيد الجديد ديالها. هذه الحكايه ديال اليوم فيها واحد النهايه اللي اغلبيتكم تمناها الوفاء، لانه الهام هذه المره خدات حقها. وفوق من هذا الشيء سقي الساقي مما سقى به غيره. ما تمشوا فين وتابعوا معايا حلقه الليله. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه وحوالكم طيبه. اذا كنت تجي على قناتنا نقول لك مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار دار دارك كيف العاده. غير هو ما تبخلش عليا بانك تضغط على زر الاعجاب لما تكلفك حتى شي مجهود، وانك تشارك هذه القناه مع القريب والبعيد اذا تيبان لك بلي انه فيها استفاده كبيره عليك. خليني هو الاول نقول لكم بلي انا وفاء قرات التعاليق ديالكم واحد بواحد، تجدد عليها جرح وبكات وتاكدات فعلا بلي انه ولدها ما غاديش تفرط فيه، وكتقول لي بلي انها كتسنى فقط انهم خوتها يمشيو في حالهم وغادي تدخل طرف من عائلتها شي بنات خوالتها وخالتها باش انهم هما اللي يكونوا وسيطه ما بينها وما بين ما. واخا كتقول بلي انه ربما هذا الامر اللي غادي ندير نقدر تصل لي علاقتي مع والديها او لا ربما انهم كاع يجريو عليا، ولكن ان شاء الله قررات باش انها غتقول لهم هذا الشيء وترجع ولدها عندها. انا غادي نبقى نتبع القصه ديالها، غير هي غادي تقول لهم الخبر، غادي نعطيكم الجديد في الحكايه ديالها. فدابا غادي ندوزو حكايه الليله ونقول لكم ما تمشيو فين لانكم غادي تستافدوا فيها بزاف. وبسم الله يلا لنبدا. انا الهام، غادي نبان لكم القصه ديالي فاش كانت عندي 17 سنه، المرحله اللي ما كنتش كنتفاهم فيها انا وماما بزاف، لانه ببساطه طبعها كان صعيب وما كانتش حنينه، وهذا الشيء اللي خلاني انني نمشي نقلب على شنو ما لقيتش في جهه واحده اخرى. غادي نتعرف على واحد جيراننا اللي كان الفارق ديال السن ما بيناتنا اللي 11 سنه. تعرفنا في 2012 ودامت العلاقه ديالنا لمده 3 شهور، ومن بعد غادي يسافر هو لواحد الدوله عربيه حيت شجاته فرصه عمل. فبقات مستمره العلاقه ديالنا من بعد 4 شهور، وعرض عليا باش انه نتزوجوا وخدا مني الاذن ان دارهم هما اللي غادي يجيو يخطبوني، انا هو ما كانش هذاك في البلاد. فعلا داكشي اللي غادي يكون، درنا خطوبه وهو غايب، خطوبه اللي دامت ما بيناتنا لمده عام وغادي نتفارقوا. والسبب انه واحد النهار غادي يعيط ليا ويقول لي غادي يجي عندك ولد خالتي وغادي تعطيه التليفون ديالك، غادي يصور ليا شي حوايج اللي هو شراهم. داك ولد اختو دا ليا التليفون وتعطل عليا فاش مشيت ناخذو، قال لي راه قال لي فلان ما تعطيهش ليها حتى نفك انا ويا مشكلتي. اش من مشكله اخويا؟ ما نعرف. واخا انا غادي نمشي نشوف امي فلانه واللي هي كانت مت خطيبي. قال لي لا راه ما فرطها والو، ما تسوقش لهضرته. ومشيت عند ماما وقلت لها ماما عافاك يلا معايا عند ماما فلان، لانه خاصني نشوف هذا المشكل شنو فيه حيتاش ما عرفش شنو هو السبب. انا عاودت لها شنو وقع. ديك الساعه مازال مشيت لعندها وغادي تقول لي لا انا ما عرفتش اللي تيقول هو بلي انه انت خنتي مع شي واحد وانا ما عرفش اصلا شنو بيناتكم. انا زعما ماما فلانه كبره قدام عينيكم وعارفيني كلشي، فما جاتش دابا تقولي لي انت هاد الهضره. ملي قلت لها بحال هكا دارت يدها فوق من راسها وقالت لي انا خارجه من هذا الشيء كامل اللي بينك وبينه حيتاش انا ما عندي حتى شي دخل اصلا. من بعد عرفت بلي انه القضيه داخله فيها العائله، فمشيت في حالي للدار وعيطت ليه وقال لي احقا راه شافوك شي ناس ما تيكذبوش بلي انك كنتي خارجه من عند دار الشوافه. كيفاش خارجه من عند دار الشوافه؟ انا زعما راني تربيت حداك وكبرنا في حومه وحده وراك عارفني مزيان وكيفاش دايره. قال لي هذا الشيء اللي كاينه الهام، انا ما بغيتش وحده مهالي تكون عند الشوافات. دابا غير تبت معايا فلان، واش انا ولا ماما؟ المهم نتوما شافوكم الناس وكانت ماماك، اذا راه حتى انت راك عندك دخل وراك بحالها. من بعدك النهار غادي نرجع في حالي للدار ودازت عليا الليله اللي كانت كحله، بديت كنبكي وتنقول علاش ما تيقنيش، حنا اللي كنعرفوا بعضياتنا مزيان ومشى تيق هضره الناس. من داك النهار خداو ليا التليفون لانه هو اللي شاريه ليا، وخداو ليا شي حوايج اللي كانوا مصيفطهم ليا وما عطاوهمش ليا اصلا. من داك النهار فيما شافوني في الزنقه كيتخبعوا. انا حيتاش مع الصغور وقلت العقل وليت كيف شي حمقه كنمشي عند الناس اللي تعرفونا كاملين وتنسولهم على السبب اللي هو سلا معايا به، حيتاش السبب اللي عطاني نتاع الشوافه انا ما تقبلتوش، ما دخلش لي اصلا راسي حيتاش عارف مزيان بلي انني ماشي من داك النوع وكاينه شي حاجه واحده اخرى اللي خاصني نعرفها. حاولت واحد الاسبوع ولكن ما لقيت حتى شي حاجه، وانا نقول مع راسي صافي انا وداك السيد ما مكتبينش لبعضياتنا، كل واحد فينا يشد طريقه حسن ساليوها هنا. تفرقنا لمدة 7 شهور اللي فيها مشات الايام وجات، هو غادي يجي المغرب من جديد. وصلتني الخبر بلي انه كيقلب على النمره ديالي، وانا ورغم ديك المده كامله ديال الفراق
كنت مازال متعلقه به وكنت تنبغيه وتنفكر فيه وما قادره ندير والو من غير انني نمشي نقرا ونجي، خصوصا داك العام كان عندي الباك، فكنت كنقرا مزيان لانه من الاول وانا متفوقه في قرايتي، فما كانش عندي مشكل في هذه الناحيه. حتى لواحد النهار غادي تعيط لي نمره بريفي، الو سلام سلام شكون معايا؟ انا فلان. بقينا مجمعين حتى غايقول لي خاصنا ضروري نتلاقاو، وحيتاش كيف قلت لكم كنت مازال متعلقه به فقبلت باش انني نشوفو. الفرحه عليا ديك الفرحه مشيت قلتها لماما، قلت لها راه دوا معايا فلان وغيهضر مع ماما وغادي يجيو من اول وجديد وغادي نكملوا مع بعضياتنا. وماما كانت عارفاني شحال كنت كنبغيه. مشينا داك النهار للبحر حيتاش كان الصيف، وديت معايا صاحبتي وشي بنات ديال عائلتها واختي الصغيره. البلاصه اللي كنا فيها مصيفين فيها كانوا فيها الكابانوات، قال لي انا ندخل مع هذاك الباب اللي لهيه وانت تبعيني. نجلسوا عند واحد صاحبي واحد شويه، انا ما عرفتش واش صغر ولا قلت العقل، كان خاصني غير نشوفه غير نتلاقى به نعرف اصلا السبب علاش تفرقنا حيت مازال ما عطاش ليا. فمشيت دخلت لذاك الكابانو اللي قال لي عليه وخليت صاحبتي واختي في الخارج، فدرت معاه حتى نتلاقاو من هنا لساعه. بقيت كنهضر انا وياه حتى لواحد الوقيته غادي نتعانقوا، وما حسيتش براسي حتى غادي نوقع في الغلط اللي ما يقدرش يتصلح. ديك الساعه ما كنتش عارفه الخطوره نتاع اشنو درت، وكان عند بالي بلي انه ماشي بالسهل انه البنت تفقد العذريه ديالها مع حوايج خطيرين اللي ما كانش عندي بهم درايه لانه ما كانش لي ينبهني. في الوقت اللي كنت نتفكر شنو وقع كنلقى راسي بلي انني ما وعيت بحتى شي حاجه، حتى اللحظه اللي فيها اللي عطى الله عطاه عاد وعيت بالموضوع، بحيلا كنت معميه بالحب وتعطات لي شي حاجه كليتها باش ما نفيقش من الاول، وعينا بزوج بلي انه فقدت العذريه ديالي. حاولت تستر على الموضوع لكن فهمت انني زبلتها وبديت كنبكي عليه وتنقول ليه شنو غادي ندير، شنو هادشي اللي طرا دابا. بقى هو تيعنقني وتيقول لي شوفي يا الهام انا باغيك وانت ديالي وانت راك عارفه المشكل، والدي هما اللي داروا لي داكشي، امي هي اللي ما بغاتكش، ودابا غادي نحل انا وياك الموضوع ما تخافيش. تيقته وقلت له فلان انت عارف مزيان دارنا كيفاش دايرين، اذا مشاو ساقوا لي الخبر غادي يقتلوني انا وياك. قال لي لا وما كاينش اصلا علاش تقوليها لهم، حيت هما اصلا عائلته عارفين مزيان كيفاش دارنا معقولين ومعروفين في ديك البلاصه فين ساكنين، بلي عندنا معارف كبار وعارف الخطوره نتاع انه تقدر توقع ليه شي مشكله. والحاجه الاخرى اللي كانت مطمئناه انه كان كيقول بلي انني في 18 سنه، فكان تيقول ما بقيتش قاصر. فاش وقع داك الخطا بقى تيقول لي لا ما تخافيش انا معك الهام، ما تخافي من والو. انا طمنت وقلت راه السيد معايا وهذا المشكل غادي نحلوه ما بيناتنا وحتى حد ما غادي يسيق الخبار. جيت للدار دوشت بدلت عليا ومشيت عند ماما دقيت عليها ونزلت لي عندي وقلت لها شنو طرا بالتفاصيل. انا على نيتي حيت مو كنحسبها بحال امي، قلت هاد السيده راه حاجه وراه كتعرف ما بينها وما بين مولانا، وفوق من هادشي اللي غادي يصدمكم هو انه كتغسل الموتى، يعني غادي تحس بيا وغادي تسرني. حدا قالت لي واش قلتيها لداركم؟ لا ما قدرتش حيت انا عارفهم كيفاش دايرين، واذا قلت لهم غادي يقتلوني انا وولدك. قالت لي لا بلا ما تقولي لداركم ما غادي يكون غير الخير. لا غد لي عيط لي الصباح وقال لي اجي نتلاقى انا وياك. تلاقينا وخدا لي التليفون ديالي وقال لي هذا هو اللي جبد لنا المشاكل النهار الاول، غادي يبقى عندي ومن هنا سيمانه غادي نقاد الوريقاتي وغادي نجي عندكم حتى لداركم نتكاتبوا، وحتى شي حد ما غادي يسيق الخبار حيتاش دارنا قالوا لي بلي انه حشومه تخلي ديك البنت. انا على نيتي تيقته وقلت صافي راه معقول معايا السيد. خدا لي التليفون حيت هو اللي فيه زعما الدلائل بلي انني كنت كنهضر معاه وكنت كنتلاقى به. دازت يومين بحساب السيد غبر كنصوني ليه ما كيجاوبنيش، كنصيفط ليه ميساجات حدو غادي يقول ليا فواحد الميساج فاش يجاوبني ديري شوفي فمن تلصقي انا راه ماشي ضحكه ضحكي عليها. قلت ليه راك عارف والله حتى نوصل معاك المخزن، ايوا قبل ما تدعيني سيري دعي كاع هذوك اللي كنتي كتعرفي عليهم وسيري شوفي شكون واحد الجمله اللي كانت مخله للحياه. فاش دازت ديك الهضره ما بيني وما بينه انا ذاك كانت 3 ايام من بعد المشكل، وديك الساعه كانت عندنا الدار عامره، فبما انه مرتاح بيبي كنت كنعاود ليها كل شيء. عيطت ليها وقلت لها جي نقول لك واحد الخبر، دخلنا لواحد البيت سديت علينا وبديت كنعاود ليها شنو كاين واشنو كاين واشنو كاين. تصدمات وقالت لي دابا شنو يا الهام انا ما عرفتش فلانه حيتاش ها شنو تيقول وانا دخلت بيا الدنيا. الهام انا غادي نقول لك زوج ديال الكلمات، غادي تعاودي هذا الشيء كامل لداركم اللي طرا وغادي تحملي مسؤوليته ومن بعد نتمنوا خير. نط فعلا مرات حبيبي عيطت لماما وجداتي وخالتي وبدات كتعاود ليهم. ماما نهارت وبدات كتبكي، جداتي خالتي كذلك. الدار ولات عندنا بحال شي مندبه. داك النهار غادي يعيطوا لحبيبي وعاودوا لي حتى هو شنو كاين وشنو كاين.
ديك الليله مازال مشات ماما ومرت حبيبي عند مول الدار حيت حنا جيران وساكنين حدا بعضياتنا. ماما هبطت على رجلين امو كتقول لها العار لا ماستري ليا بنتي، غير يتزوج بها ويطلقها غير يسرها. هي كتقول لها لا ماشي ولدي اللي دار ليها هذاك الشيء، تمشي تشوف من تلصق. داك النهار غادي يعيط ليا ولد عمو الهام، لاباس لاباس شو المشكل اللي طرا ما بينكم ما بين فلان؟ لا ما طرا والو، لا غير قولي ليا حيت غادي نقول لك واحد الحاجه مهمه، لانه فلان راه قطعوا ليه الطياره مع الزوج ديال الليل وصيفطوه باش انا كيما تصوري منو حتى شي حاجه من داك الشيء اللي وقع. انا غادي نعاود ليه شنو طرا، وهو يقول لي تلعب عليك فيلم واعر، وفاش قالوا لي كساني ما تقوليهاش لداركم راه غير باش يلهيوك بيد ما انه هو يمشي يهرب. انا مشيت كنجري كنقولها لدارنا، وهنا غادي قرروا باش انه ناخذوا مسطره قانونيه. مشينا للمحكمه، مشينا لديك المحكمه ودرنا دعوه، مشيت عند طبيب شرعي ودرت سيرتيفيكا شرعيه بحكم انه حبيبي خدام في واحد البوست مع الدوله في المحكمه، فكان عارف التفاصيل كثيره في القضاء وعارف شنو نقدر ندير، وهاد القضيات يقدر يديرهم اي واحد تعرض لنفس الحاجه. درنا دعوه عند وكيل الملك، وجات استدعاء من عند الجندار لعندنا بحكم اننا تنسكنوا في منطقه اللي هي صغيره والخبر غادي ينتشر. فداك الجودان قال بابا ما تجيش البنت عندي هنايا باش ما تشوش، لانه كان صاحب بابا، انا غادي نجي للدار ناخذ الاقوال ديالها. فعلا داكشي اللي كان، جاو خداو الاقوال ديالي، وبحكم انهم تيعرفوا عائلتي عيطوا لواحد عمو وقالوا ليه راه واحد ولد خوك فلان ها شنو دار وها شنو دار. قال لهم داك عمو زقاو ما ديروا حتى شي حاجه، انا غادي نتدخل في الموضوع. نهار عيط لامو وعيط ليه وقال ليه راك درتي غلط كبير والهروب ماشي هو الحل فلان، غادي غير تزيد تقفر على راسك حيتاش البنت راه دايره بك سيرتيفيكا شرعيه وكلشي ثابت عليك، والهربه اللي هربتي دابا غادي غير تثبت عليك انك تكرفستي عليها فعلا ومشيتي في حالك. بحكم انا كنت كنعرف مرت المدير ديالو وكنت عزيزه عليها، فبغيت نعرف واش فعلا هو مشى لديك الدوله ولا لا. اتصلت به وقال لي المدير شنو المشكل، وقلت ليه شنو كاين وها شنو كاين. لا غد ليه جا لعندو المدير ديالو وقال ليه شوف فلان غادي تمشي للمغرب تفك المشكله ديالك مع البنت، ولا ما عندك ما دير هنا وغادي يلغي معاك العقد ديال الخدمه وكلشي. صراحه ما عرفتش علاش داك المدير وقف معايا بديك الطريقه، لكن كانت القدره ديال الله عز وجل. لا غد ليه جا عندنا عمو وقال لنا راه فلان راه ما هربش، راه غير مشى يقاد شي وريقات ديالو ويجي، وراه كان مضغوط من جهه دارهم وصافي، يعني كذوب في كذوب. جاو دخلوا الناس وراه الولد باغي البنت والبنت باغا الولد، وعلاش توقفوا في الطريق ديالهم؟ حيتاش بابا في الاخير قال لهم بلي انه ما بغيتوش يتزوج بها، بغيتو غير يتشد في الحبس باش يتربى. دخلوا الناس وتزوجنا، وفاش خرجنا من عند العدول وقفني وقال لي يا الهام انا مازال تنبغيك، وراه غير امي هي اللي كانت في هذا المشكل، وانا راني كنت مضغوط وانا كنثق وانا كنت كنثق فيه. المهم بقيت انا في دارنا وهو في دارهم، وكيجي كيطلع عليا وتيقوني اذا قلت لكم بلي انه رغم هذا الشيء كامل انا مازال باقا معايا بالحب. دازت 20 يوم على العقد، وتيقولوا بلي غتبقى في دارهم عليا انا حيت هو ما بقاوش عنده الفلوس، وغادي يمشي يخدم شويه ويرجع ويدير لها الدار. جا العيد الكبير وجا عندنا في الصباح سلم عليا وعلى عائلتي، من بعد مشى. فاش وصل الليل قلت ليه اجي تعشى معنا راه ماما مخليه ليك حقك، قال لي لا لا ما بغيتش. شويه جا وعاد غادي نكتشف بلي انا والسيد وقت ما جا عندنا وعطيته شي حاجه ياكلها ما تياكل منها حتى شي حاجه لانه كيخاف. كيدخل الدار كيجلس معانا كيضحك معانا، ولكن باش يحط شي حاجه فمو حرام. دزت مور العيد واحد 4 ايام اللي ما دواش معايا فيها، حتى غادي نعيط ليه ونقول ليه فلان علاش ما كدويش ليا، قال لي انا راه غادي مع امي للبلاصه الفلانيه. واخا غادي مع امك ماشي مشكل، هضر معايا انا راه مرتك واقيله. تيقول لي عافاك بشويه رخفي عليا، غينوض يعيط لبابا وغادي تشكى عليه ويقول ليه راه بنتك كتجرني من هنا امي كتجرني من هنا. ناض بابا عيط عليا على نيتو وقال لي عافاك الهام رخفي على داك السيد، راه ما قلت ليه والو بابا وغير رخفي عليه راه غادي تطبق مزير من جهه دارهم. بابا مسكين ضرب ليه الهم. من مورا فاش جا لعندي خرجنا وتغدينا، من موراها رجعني للدار حتى دازت واحد الاسبوع ولا زوج، وغادي يجي عندي بابا وعطاني 600 درهم قال لي الهام سير الله يرضي عليك تقيدي في لافاك، حيت انا داك كان عندي العام الاول راه هاد البرهوش غادي تجري انت ويا غير في المحاكم، وانا داك مازال كانت نايضه حتى شي حاجه. مشيت فعلا تقيدت في ديك لافاك وداز اسبوع، وبدا كيعيط لي واحد النهار وانا قاريه. فاش خرجت مع الوحده قال لي راه غير بغيت نقول لك بلي انه راني غادي دابا اجي عندي المطار.
معاش عندك الطياره، مع الزوج، وديك الساعه كانت الوحده. قلت له كيفاش انا غادي ندير؟ واش نطير عليك باش نلحق عليك؟ قال لي رامي ما خلاتنيش نسلم عليك، شو غادي ندير؟ حيت مازال متعلقه به وكنبغيه، بكيت وجاني انهيار عصبي، تعصبت علاش هاد السيده شاده معايا هاد الضب ومكرهاني في حياتي، وولدها باغيني. هاد الشيء اللي كان تيبان ليا، ولكن راه حتى ولدها براسو ما كانش باغيني. مشى قطع الاتصال وما بقى كيعيط ولا يسول ولا حتى شي حاجه، حتى من مرتو صافي طفاها، وما بقات حتى شي رابطه ما بيني وما بينه. بقيت في دارنا تنقرا، ودازت 7 شهور ولا سمعت شي جديد عليه، ولا مكالمه ولا رساله. وتخيلوا دارهم اذا شافوني في الزنقه ولا في الحومه كيتخباو. داز 7 شهور ونزل عليا بدعوى نتاع الطلاق. مشينا عاودنا لحبيبي اللي غادي يقول لنا خلوه يطلق، ورحنا غادي نديرو مسطره واحده اخرى ناش ما جانا غادي نوقفوا ليه فيها. بقينا تنطلقوا. في الاول ما كانش باغي انه يحضر، داير وكاله لمو هي اللي غادي تطلقني وتغتحضر معايا المحكمه. في 2 جلسات من بعد قال لها القاضي راه هاد السيده مزوجه ولدك لا فلانه ماشي بيك، وهو اللي خصو يحضر ويجي. غيحضر في الجلسه الاخرى وقال لي القاضي مناش عيبتي هاد البنت وعلاش باغي تطلقها؟ حنا راسو وتبوهل. وقال لي لا سيد القاضي راه ما كتحترمنيش وكتعاير لي دارنا وعائلتي. وانا اقسم بالله العلي العظيم عمرني ما قللت عليه حتى الحياه ولا عايرته، وكاع الناس تيشهدوا بلي انا اصلا ماشي من داك النوع القبيح. كنت وقت ما مشيت للمحكمه كتجيني هيستيريا، كنت رعد كلي، والناس اللي كيتلاقاو بيا وكيشوفوني تيقولوا لماما راه هادشي اللي فيه بنتك راه ماشي طبيعي، راه مريضه خاصك انك تفطني بها قبل ما تفقديها. طلقنا ومشينا درنا دعوة واحدة أخرى باللي أنه تكرفس عليا وتزوج بيا ومن بعد طلقني. حاولوا نلقاو شي حل باش ياخد الجزاء ديالو وما يخرجش منها سالم كعقوبة. وعرفتوا شنو هي الصدمة؟ الصدمة هي أنه من مورا 15 يوم من طلاقي غادي يتزوج بأعز صديقاتي. أيه الصحبة قال لك صاحبتي ديال القلب ديال بصح، ما عرفش علاش ولا كيفاش، وما عرفش فاش غلطت مع ديك السيدة اللي كنت لدرجة أنه حوايجي الداخلية كتجي كتهز ليا منهم حيت انا بغيت. اللي وقع هو انه فاش طلقت مشيت جلست عند حبيبي واحد المده في مدينه واحده اخرى باش نرتاح، وهنا فين عيطات لي واحد السيده وقالت لي راه فلان خطب ماشي سوقيه فلانه. قالت لي واش عرفتي شكون؟ لا ما تيهمنيش، لا خاصك تعرفي راه خطب فلانه صاحبتك. شو غادي نقول لكم؟ ديروا بلاصتكم بلاصتي. حسيت بالارض شقات وباغا تبلعني، حسيت بالظلم والغدر وما تقبلتهاش في الاول. وفي بلاصه ما يكون غدر من بلاصه واحده كان من 2 ديال البلايص. ونوض صيفط لها ميساج لقيتها مبلوكياني من كل شيء. غادي نوض ندير فوكونت في انستغرام وغادي نصيفط لها بغيت نعرف فاش غلطت معاك فلانه. جاوبتني بكل برود انتي كانت ما بين يديك واحد النعمه وما عرفتيش ليها، وانا ماشي سوقي وحنا راه كنبغيو بعضياتنا وقررنا باش نكملوا زوج. بعكس مطمها اللي كانت مشات للعمره وجات وما مشيناش لعندها لانه كنت مقلقه على داكشي اللي دارت حفيدتها اللي هي صاحبتي. فاش تلاقات بماما قالت لها علاش إلهام ما جاتش عندي؟ قالت لها راه مشغوله بالقرايه. قالت لها عافاك قول لها تجي عندي ضروري، راني مخليه لها حقها ديال العمره. مشيت لعندها وعنقاتني مسكينه وبدات تبكي. قالت لي شوفي يا بنتي إلهام، حنا راه ماشي دخلنا في داكشي اللي دارت بنت بنتي اللي هي صاحبتك، ولكن انا عارفه بلي انها غلطات في حقك بزاف، ودابا حنا ما عندناش اصلا الوجه اللي نشوفوك به. قلت لها لا حتى شي حد ما مسؤول، هي اللي دارت الغلط هي اللي تحمل مسؤوليتها، وحنا راه جوره بيناتنا حتى حاجه ما غادي تبدل. انا كنت عارفه بلي انه غادي يتزوج، ولكن يتزوج بديك السيده وبديك السرعه ما كانش عندي شي حاجه عاديه. مع الوقت فهمت بلي انها كانت كتمثل عليا بلي هي واسطه خير ما بيني وما بينه، ولكن الحقيقه كانت كتوسط لراسها معاه وماشي ليا انا. ولكن قبل ما يتزوج بها كنت سمعت بلي انهم كانوا تيجربوا مع بنات واحد اخرين اللي بينهم واحد بنت عمو اللي رفضاته وقالت لي شوف ديك البنت وشنو درتي معاها، فما يمكنش انا نتزوج بيك. جرب نفس الحاجه مع بنت خالو وباها ما بغاش، قال لمو ولدك ما عندوش مستقبل وتكرفس على ديك البنت فانا ما غاديش نعطيكم بنتي. المهم انا بقيت مصره على ديك الدعوه وكلشي تيقول لي ما غادي تصوري والو راه تزوج بيك وصافي. دازت عام على قدو وانا تنطلع وكنهبط في المحاكم. حتى لواحد المره بابا كان غادي عند واحد صاحبه وهو يقول لي مالك سي فلان؟ لا راني يلاه جيت من المحكمه راه بنتي انا ذاك كنت انا طلقت ودرت دعوه نتاع النفقه. قال ليه ايوا شفتي؟ جاوبو صاحبه كون كانت في محكمه الاستئناف ماشي دعوه الاسره، راه عندي واحد صاحبي خدام تما وانا اصلا كنت دايره دعوه اسره ودعوه في محكمه الاستئناف. قال ليه بابا لا راه عندها حتى دعوه في الاستئناف.
عاود لي بابا القضيه ديالي ويقول لي صاحبو عرفتي شنو غادي ديرها فلان، سول لي القضيه اللي كدوز من عنده بنتك ونشوف اذا كانت شي حاجه راهي تصصت باش انه البنت تاخذ الحق ديالها. من الظر انه القاضي اللي صاحب بابا هو نفسه اللي كنت كندوز عنده، وكنت دوز عنده زوج نتاع الجلسات وما خداش مازال الاقوال ديالي. غيهضر مع السيد صاحب بابا وعاود لي على القضيه، قال لي تجمع الدوسي ديالها ويجي لعندي. مشى بابا فعلا عنده، قال لي شوفها فلان، واش بنتك رخيصه عليك؟ اكيد لا. وعلاش بغيتي تردها لهاد السيد؟ لا انا ما بغيتش نردها ليه، انا بغيتها تاخذ حقها من داك الشمته اللي دار ليها. قال لي راه القانون تيقول وحده من الزوج، يا اما يتشد في الحبس يا اما يرجع يتزوج بها. قال لي بابا لا، هو اصلا راه تزوج، وزيد انا بنتي ما بغيهاش تزوج به، انا بغيتها تاخذ حقها باش يبرد لها خاطرها. صافي كون هاني دابا نشوف. المهم بقيت تنطلع وتنهبط وكنمشي للجلسات وعيطوا ليه وتقدم معايا، ودوز شي 6 ديال الجلسات وغادي تحكم واخيرا الدوسي في الصالح ديالي. غيتحكم عليه باش انه يدوز الحبس 4 سنين وتعطاتني 3 ديال المليون. فاش تنطق الحكم ما كانش هو في المغرب، ومن ديك الوقت بقى في ديك البلاد. دازت واحد المده ومشات لحقات عليه مراته كتعيش معاه تما، وانا بقيت غير جسد دبلت. حاجه وحده اللي كانت كتفوج عليا انني كنت نقرا، وبما انه ظروفي ما كانتش معاوناني انني نكمل قرايتي، فبديت كنخدم في الميناج عند واحد السيد مغربي يهودي اللي كنت كنمشي عنده يومين في السيمانه، حتى وليت وحده من العائله، وليت كنعرف مراته وامه وولده ودايرني بحال بنتهم وكيدوروا معايا وما مخصصين حتى شي حاجه. دوك الناس تهلاو فيا بزاف وخيرهم عليا كبير. من مورا ما خديت الدبلوم ديالي غادي نخدم مع داك السيد في الشركه ديالو، وغادي تكون اول تجربه ديالي معاه. دوزت معاه 5 سنين وانا تنقرا وكنخدم معاه كمساعده اداريه، وكان تيخلصني في الاول ب 2000 درهم. فاش ساليت القرايه زادني في السالير بزاف، وليت رسميا معاه في الشركه ديالو. من بعد بديت كنخدم بزاف ديال خدامي فوق تما، دفعت لشي شركه كتقبلني لانه كانت عندي تجربه زوينه وطويله في الشركه نتاع داك السيد كانت معروفه. وبديت كنشوف عباد الله في انه وفقني انني نخدم خدمه زوينه وتهلاص في والديا، ورجعت لهم كاع داكشي اللي دوزوه معايا. هنا عرفتهم بلي انهم تحمقوا عليا، وماما كانت قاسحه معايا ماشي حيتاش ما كتبغينيش، ولكن حيتاش عارفه الزنقه شنو فيها ولاد الحرام شنو كيسواو، داكشي باش كانت هي قاسحه. بابا كذلك صبر معايا بزاف، وعرفت بلي انه سند العائله مهم، وبلي انه الثقه في الصحابات ما كايناش، وماشي اللي دخلتيها لدارك وكلتيها ماكلتك كتسمى صاحبتك. عرفت انه الانسان يعيا ما يضرك، اذا ما مكتبش ليك انك تاذى ما غاديش تاذى، حيت دوك الناس ما خلاو ما داروا ليا السحور اللي كنا كنلقاو عند الباب، وكانت نيتهم انهم يحمقوني. دازت عليا واحد الوقيته كنت بحال شي بكمه، ما كنتش كنعرف حتى ندوي مع الناس، ولات حياتي مطفيه، ما تنعرف ندير حتى شي حاجه، من غير انني قدرت نبقى مركزه على قرايتي، لان والديا كانوا ديما تيقولوا لي الحاجه اللي غتخرج من هاد الحاله هي قرايتك ودير مستقبلك، وكلشي راه كيتعوض مع الوقت. انا اليوم في عمري 28 سنه وكنخدم في واحد الشركه معروفه في المغرب، خدامه بصالير اللي هو زوين، وربي وفقني انني ناخذ الطوموبيله ديالي، وتشاركت انا وخويا وبنينا ارض ديال ماما، عايشه حياتي بخير. ووصلت لمرحله انني ما بقاش كتهمني حتى شي حاجه، والراجل بالنسبه ليا زايد وماشي ناقص، بمعنى اذا كان معايا انا راه حاضره وراه مزيان، واذا ما كانش بالنسبه ليا راه ما ناقصني حتى شي حاجه. تعرفت على بزاف ديال الناس في حياتي من بعد، وكان بزاف ديال الخطوبات اللي كانوا كيوصلوا حتى لمرحله متقدمه وكيتفسخ ديك الخطوبه. بزاف اللي تيقولوا ليا غادي تكون مديره لك شي حاجه من طرف الاهل نتاع داك الطليق ديالك، ولكن انا كيبان ليا قدر الله والمكتب ديالو واللي كتبوا ليا مولانا، وفي رزقي راه مازال ما وصلنيش. اما عن الحكايه اللي وقعت ليا واللي دازت عليها اليوم 9 سنين، داك السيد دخل المغرب، كيفاش واش فعلا تحكم انا غادي نشرح لكم. من بعد الحكم اتصلت بيا واحد السيده من عائلته واللي هي صاحبتي، وبقى صاحبتي لان دفعت عليا وبزاف ديال الحوايج. كانت قالت ليا بلي انه هو غادي يعطي واحد الرشوه نتاع 12 مليون، خديها انت وديري تنازل. لكن بابا كان ضد هذه الفكره، واخا بقى الطليق معاه كل مره نزيدك فوق منها زوج نزيدك فوق منها زوج، ولكن كان رافض الفكره نهائيا. بقى في ديك البلاد تما محبوس لمده 7 سنين، ودار شي طريقه اللي عطى فيها الفلوس باش انه يقدر يدخل المغرب بمره. علاش؟ لانه دار شي مونتيف مع الدوله ودخل الحبس تما. فاش جا كان كل مره تيشوفني وكيتبعني وباغي السماحه، ولكن بالنسبه ليا ما قداش. با نعس في فراش الموت وكان كيتمنى انني نسمح ليه،
ولكن ما قدرش اليومين هذا ما قدرش نسامح، واخا حاول لكن دماغي ما تقبلش انه يسامح، ماشي حيتاش باقي تنبغيه، حيت اكيد شرك ديك الصفحه، ولكن حيتاش تاذيت وانا عمرني ما اذيت. اليوم طليق ديالي والصديقه ديالي هما بزوج تعيشوا المشاكل اللي هما كبار، هو خسر خدمته ورجع للمغرب من بعد ما دوز الحبس في ديك الدوله، هو اليوم ما خدامش هنايا وعنده زوج ديال الوليدات اللي واحد فيهم عنده مرض، تعيشوا ظروف صعيبه بزاف بحكم انه حنا في نفس المنطقه وباقيين كنتشوفوا، ولكن ما بقات عندي حتى ذره احساس من جهته لانه الوقت برا ليا كاع جروحي. بالعكس ولا كيبقى فيا لا هو ولا مراته، مراته اللي كدوز من ظروف اللي هي خايبه كنتشفاش، ولكن الحياه كدور وكل ساق يسقى مما ساق. الحمد لله انا والديا فرحانين بيا ومفتخرين بيا، وتوفقت في خدمتي ومستقره براسي ومعاوناهم. هذا المشكل بدل فيا بزاف ورجعني انسانه وحده اخرى جديده وطموحه. قبل ما نسالي معكم حكايتي، نصيحه اللي كننصح البنات انه كيف ما كتعيشي في داركم ما كاينش اللي غادي يحن فيك بحالهم ويبغيك ويعطيك قيمه بحالهم. نصيحه للبنات، ما تهربوش من والديكم عند شي حد واحد اخر باش انه ما يشدهاش عليكم كنقص ويلعب بكم كيف ما هو بغى. السيد اللي كنت معاه عارفني بلي انني هاربه من الضغط نتاع والديا وبلي حب اللي كان مخدوع، لكن ربي انتقم منه هو وديك اللي كانت صاحبتي. البنات ضروري خصكم تقراو، حيت انا بقرايتي تعرفت على ناس حسن من الطليق ديالي وبزاف، وما عجبونيش لا مستواهم الثقافي ولا المادي ولا الاحتياج الاجتماعي. فاش كتقراي كترقاي وكتولي كطمحي الفوق وما كتبقايش محتاجه، واللي جاتك ديال الخير راه مزيانه، واذا ما جاتكش راه ما ناقصك حتى شي خير حيت موفره لراسك كل شيء. انا اليوم رضيت على راسي ولله الحمد لانه قديت حتى علاقتي مع ربي ومع والديا وحتى مع راسي. كنتمنىكم من هذه الحكايه ديالي اذا استفدتوا منها انكم تخليوا لي شي دعوات زوينه بالزوج صالح وتكون عندي شي ذريه صالحه اذا كان فيه الخير. هذه هي كانت حكايتي، هذه هي كانت حكايه الهام يا ساده يا كرام. وصلنا لنهايه الحلقه، كنتمنى انكم تخليوا لها تعاليق جميله انها تشوفها، لان شاركت معنا التجربه ديالها اللي من خلالها ككل مره ككل حكايه كنقولوا للبنات المراهقات المقبلات على الزواج انكم ما تقبلوا بحتى شي حد حتى يكمل معكم جميع الخطوات من بعد ما تتسخروا المولانا، ما تخليو حتى شي حد يضحك عليكم، ما تخليوش نفوسكم انكم تمشوا في ديك الشهوات اللي كدوم 5 دقائق 10 دقائق حتى نص ساعه ومن بعد غادي تندمي عليها حياتك كامله، لانه ديما كنشوفوا قصص بحال هكا ونفس الاحساس ونفس النهايه، لانه بعض المرات كتختبري بدياب بولاد الحرام اللي الله يحفظ الجميع. وفي الحلقة نتاع وفاء في الجزء الثاني كنت شفت واحد السيدة، هذه اثرات فيها بزاف، قالت انا من بعد ما سمعت هذه القصة وبنتي كانت هذا العام غادي تقرا في مدينة واحدة اخرى، وانا هذه القصة بدلت لي المنظور ديالي وقررت باش انني غادي نمشي معها ان شاء الله. هو زوينة المراقبة، ولكن الاجمل هو انه ديما نتبع ولادنا باننا ننبهوهم واننا نصاحبوهم باش يتقربوا منا ويعاودوا لينا، نشرحوا لهم بلي انا ربما داك الانسان راه غادي يقول لك كنبغيك وكندير لك وكنفعل لك وراه غادي نقرب لك، نعطيهم حنا كاع هاد القصص انهم يسمعوهم باش يعرفوا بلي هاد النوع كاين وبلي انه يفرش لك الارض والدنيا ورود حتى ياخذ داك الشيء اللي بغى، ومن بعد غادي يمشي في حاله كانه شيئا لم يكن. عنده هو تيصحابه بلي انه ما خسر حتى شي حاجه، ولكن راه خسر مع ربي، خسر الدنيا وخسر الاخره، لانه باش تفلي على بنات الناس ربي ما كيخرجهاش لك على خير. فهذا هو الاساس من هاد القصص، هاد العبر اللي بقوه ما كنسمعوا وكنعرفوا شنو واقع كنوليو كنردوا البال ونعرفوا نبدلوا حتى التربيه ديالنا مع اولادنا الا كانوا شي اخطاء من عند الناس اللي كنسمعوهم. هذه كانت حكايتنا الليله، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها. دمتم في رعايه الله وحفظه، ما تنساوش هذه القناه من التشجيعات ديالكم لانها محتاجاكم بزاف، كندير مجهود باش انني نبقى كنبان لكم كل مره، واخا مازال ما عنديش مكان مستقر اللي نجلس فيه، ولكن راكم عارفين الله ييسر الجميع ليا وليكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، كثرت عليكم الكلام، سلام سلام.